مرحبا حبايبي أصحاب برج الحوت، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الحوت العامة. التوقعات راح تكون الطاقة العامة، شنو أهم الأحداث اللي ممكن تصير بيها، الطاقة على الصعيد أيضا العملي، الصحي، العاطفي، العائلي، التحديات اللي راح تواجهها، نقاط الضعف، نقاط القوة. القراءة العاطفية راح تكون مقسمة للمنفصلين المطلقين وأيضا للعزاب وللمرتبطين. فخلونا نبلش القراءة. قبل ما نبلش القراءة، إذا عجبكم الفيديو سووا لايك واشتركوا بالقناة إذا شنتم مشتركين، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات. كل التوفيق لكم وإن شاء الله القراءة تعجبكم. برج الحوت، بداية خلي أقول لك الطاقة العامة اللي أنت بها حاليا. البعض منكم يا برج الحوت المتزوجين، بالأخص أخص بهم المتزوجين، حقكم الطاقة المتزوجين والعزاب أيضا المنفصلين. الطاقة العامة للمتزوجين، أشوف ممكن أنه تكون عندكم بالفترة الحالية فرحة عائلية، ولادة جديدة، أكو تجدد، ممكن يكون مصالحة. أنت بالفترة الحالية بوضع مصالحة على الصعيد العائلي، كنت مر بمشاكل بالسابق وهسه المشاكل اللي تحسنت. ممكن البعض منكم تكون هذه ورقة انتقال، فممكن يكون برج الحوت أنت أما منتقل ببيت جديد وعندك إصلاحات بالفترة الحالية قاعد تحاول أنه تتممها، لأنه هاي أيضا ورقة انتقال. فبعض منكم ممكن يكون منتقل إلى بيت جديد، أو حتى منتقل إلى محافظة أخرى أو حتى دولة أخرى، وبالفترة الحالية عنده إصلاحات والبيت قاعد يحاول يصلحها. أما البعض الثاني ممكن تكون أنت بالفترة الحالية قاعد تعيش مناسبة عائلية أو خبر عائلي مفرح جايك ودا تحتفل به بالفترة الحالية، أو أنه أنت نفسك ممكن تكون قاعد تحتفل بخبر يخصك أنت. بالنسبة للناس المرتبطين، أشوف أنه المرتبطين من برج الحوت أكو موضوع زواج شاغلكم بهاي الفترة، قاعد تفكرون به هواية. هذا الزواج ممكن يكون من شخص من برج ناري، خاصة إذا كان الشخص برج القوس، لأنه ظهر عندكم بالعاطفة، أو حتى برج الأسد أو الحمل عفوا. ممكن هذا الشيء أنتم منتظرينه صار لكم فترة طويلة ومنتظرين موضوع زواج، والموضوع قاعد يتأجل وقاعد تصير مشاكل بسبب كل ما ينفتح هذا الموضوع. هذا الشخص أشوفه هجومي، وممكن حتى يكون انسحب من حياتكم، أو حتى ممكن يكون بعد بالفترة الحالية هو على مفترق طرق، محتار بينك وبين شخص ثاني إذا كنتوا بعلاقة ثلاثية، أو محتار بينك وبين الأهل إذا كان أكو معارضة، لأنه أشوف أكو طرف ثالث مخرب أو موقف موضوع الزواج بيناتكم بالفترة الحالية. فهذا الشيء متعبك وأنت دا تحاول أنه تتخذ قرار، أو حتى دا تحس بنوع من التلاعب من ناحية هذا الشخص، وهذا الشيء مأثر على نفسيتك وشاغلك بطاقتك الحالية، كل تفكيرك هو بهذا الموضوع اللي موجود. أما البعض الثاني من عندكم، أشوف أنه أنتم ممكن تكونون بالفترة الحالية داخل، بالنسبة للعزاب أكو شخص داخل بحياتكم أو بادين بداية جديدة، أو حتى أنه أنتم تكونون ممكن تمرون بمرحلة استشفاء، لأنه أيضا هاي ورقة ستار هي تعني ورقة الشفاء من بعد أزمات، صدمات مريتوا بها بحياتكم، أزمة انفصال، طلاق، أزمة وفاة، أزمة صحية، أيا كان الأزمة اللي مرت بالسابق. أشوف عندكم استشفاء بالفترة الحالية، أنتم بفترة شفاء، عندكم مثل ما نقول يعني بديت عندكم أنتم مرحلة تجدد، أكو تجدد قاعد يصير بحياتكم. ممكن أنتم اتخذتوا قرار أنه أنتم تجددون حياتكم بسبب أوضاع كنتم بالسابق مراضين عنها، تحسون أكو نقص. البعض منكم ممكن يكون أكو بشارة عمل جديد. الناس اللي ما عندهم عمل من بعد فترة مريت بيها باحتياج عاطفي أو حتى احتياج مادي، وهسه أكو تعويض إلك. المهم أشوف أكو عوض إلك، أكو البعض منكم بداية جديدة أو حب جديد بادي هسه بالفترة الحالية ومشغول باله بيه، ودا يفكر باستقرار، دا يفكر بزواج. إن شاء الله نشوف هسه يعني طاقة مفصلة تكون أكثر بالأوضاع العاطفية. أما بالنسبة للصعيد العام، عندك تحقيق أمنية بهاي السنة يا برج الحوت، أمنية صار لك فترة طويلة أنت منتظر أنه هي تتحقق. عندك تقدم على الصعيد العملي، طبعا أشوف من بعد ركود بالأوضاع المادية أو حتى الأوضاع العملية اللي موجودة عندك، أكو تقدم، أكو خطوة راح تتخذها. أكو عندك تقدم على الصعيد المالي، أكو عندك نوع من حب المغامرة. أكو البعض من عندكم ممكن يكون صار لفترة تارك العمل، أو حتى أكو وعود هواية بالعمل، أمورك كانت متعلقة متوقفة،
ممكن شخص اكو كان يوعده واعدك بعمل، ولكن هذا الشخص اكتشفت من بعد فترة من الانتظار والامل اللي كان مأملك بيه هذا الشخص، ولكن هذا الشخص طلع هو مجرد شخص ثرثار يتكلم بدون فائدة ويتكلم بدون عمل. شخص كثير الكلام اشوف متعبك على الصعيد العملي قاعد يأثر عليك، او حتى ممكن تكون انت متعب بالعمل بداية السنة راح تكون خاصة اول 4 اشهر، شوف انه اكو شخص راح ينقل كلام عنك، شخص ثرثار ينقل اشاعات ينقل كذب ممكن حتى يحرض عليك، بس انت قاعد اشوف انه انت كنت ممكن ماخذ ريست ماخذ استراحة وهسه بلشت راح تبلش بهاي السنة ان شاء الله، او حتى اذا كنت ماخذ اجازة او انفصلت عن عمل فاشوف راح تبدأ تطلع من حالة الركود المادي، الركود اللي صاير حتى بالعمل، الروتين الممل تتغير، اكو تغيير، اكو حظ من جانبك راح يصير من بعد فترة من بعد اشخاص كانوا دائما يكذبون عليك انه احنا راح نلقى لك شغل، احنا راح مثلا اذا عندك ترقية او شيء نسهل لك معاملة نسهل لك امر. هم الاشخاص هذولي اشوف عندهم كذب، كان متلاعبين وعودهم فارغة بس كلام، ولكن الحظ من جانبك، اكو مساعدة الهية، اكو ايد راح تلمد لك وراح تخلي امورك تتحسن كلها خاصة المادية وتتغير للأحسن. اشوف انه عندك تقدم، عندك امور هواية راح تتحسن، ولكن شوي وجود بعض المشاكل يعني على الصعيد العاطفي اشوف حتى على الصعيد الاسري، بس الامور تتحسن كلها بصورة عامة ان شاء الله. قلت لكم على الصعيد العملي الامور تمشي من بعد توقف صار لفترة ممكن صار لها 4 اشهر هاي الامور متوقفة، اشوف الامور راح تمشي راح تبدأ تبلش بداية جديدة بعمل جديد ووضعك المالي راح يتحسن، عندك تحقيق امنية بصورة عامة بهاي السنة، عندك تجدد، عندك طاقة استشفاء من أزمات هواية مريت بيها بالماضي. بالفترة الحالية قاعد أشوفك منطلق دا تحاول تجدد حياتك تجدد أمورك حتى تغير مكان عملك، عندك انتقال، ممكن البعض منكم يكون قاعد يفكر بفكرة انتقال يعني بباله، أشوف الانتقال راح يصير والانتقال راح يكون من صالحك وراح تستقر بالمكان اللي راح تنتقل إليه. على الصعيد الصحي أشوف عندك إهمال كبير يخص الصحة، أمورك الصحية شوية صار لك فترة احتمال صار لكم البعض منكم صار لسنة يعاني من مشاكل صحية، ولكن ما قاعد يحل هذا الأمر، ما قاعد يهتم بيه، ما قاعد يدارك أخطار الموقف، قاعد يهمل صحته. لازم تركز على صحتك بصورة عامة هاي السنة، لأنه أشوف عندك مشاكل صحية راح تعاني منها من بداية السنة، أو حتى كنت تعاني منها أشوف مشكلة صار لها سنة عندك أنت ما قاعد تشوف لها حل راح تتفاقم، خاصة بعض النساء أشوف موضوع إنجاب متأخر عليك ممكن يكون بسبب موضوع تابعة أو موضوع عمل كان عندك بالسابق، شخص من العائلة شخص مقرب منك ممكن مسوي لك عمل وهذا الشيء مأخر الإنجاب عندك، فلازم تشتغلين على التحصين، وإذا عندك تابعة أو حتى عمل لازم تتخلصين منه دائما. أذكار مثل ما أوصيكم دائما، أذكار تحصين الحسد السحر حاولوا تحصنون نفسكم. على الصعيد العائلي أشوف أكو مشاكل عائلية أنت قاعد تمر بيها، عندك نوع من الغضب بالفترة الحالية، عندك تعصب يعني عندك نوع من الهجومية صاير، ممكن حتى طبعا هاي الطاقة هم تخص المتزوجين، أشوف أكو مشاكل بيناتكم هواية، ممكن البعض منكم يكون بينهم طرف ثالث وهو يعرف بيه، أو طبعا الطرف الثالث اللي مو شرط يكون علاقة، إذا ما كان علاقة فالطرف الثالث ممكن يكون شخص من عائلتك أو من عائلة الشريك اللي أنت تتعامل وياه دائما يتدخل بحياتكم ويحاول يخربها أو هو سبب المشاكل اللي موجودة، فأشوف أنه هذا الطرف الثالث مسبب لكم مشاكل هواية. على الصعيد العائلي أشوف عندك نوع من النزعة الغضب شوية، عندك تفكير سلبي هواية، مشاكل ممكن خفيفة يعني ما مو مشكلة كبيرة بينك وبين العائلة، خلافات تصير ولكن الأمور تنحل. بالنسبة للناس اللي متزوجين وهم يعرفون أنه أكو علاقة ثلاثية عند شريكهم، أشوف أنه أنت أحلامك وطموحاتك بهاي الفترة يعني أنت عندك أمنية أو مثل يعني تحاول أنه تطلع الطرف الثالث اللي موجود بالعلاقة بينك وبين الشريك، وراح يطلع هذا الطرف الثالث خلال أول 3 أشهر من السنة من بيناتكم، وراح يرجع الاستقرار اذا كنتوا يعني انتم منفصلين او حتى بينكم مشاكل بسبب وجود طرف ثالث بيناتكم، فاشوف انه هذا الشخص او خلال اول 3 اشهر او صار 3 اشهر هو طالع من العلاقة، والعلاقة بينكم اشوف بها راح يرجع استقرار من بعد مشاكل من بعد تعب، التوازن راح يرجع للعلاقة والبيت راح يستقر. هاي بالنسبة للمتزوجين
يعني هاي كمشاكل عائلية. أما بالنسبة للمرتبطين مثل ما قلت لكم أشوف البعض، عندكم سيناريو طرف ثالث، المرتبطين ممكن أكو شخص من أهل الشريك أو حتى من أهلك أنت معارض العلاقة بيناتكم، دائما بيناتكم صد ورد. قاعد أشوف أكو يعني طاقتكم صايرة، خاصة إذا تتعامل ويا شخص من برج القوس، فدا أشوف هواية صارت مشاكل بيناتكم بالفترة السابقة. هذا الشخص عليه هواية ضغوطات، عليه هواية هجوم، أكو هواية ناس قاعد تحاول إنه اكو مشاكل عائلية عند هذا الشخص، اذا كان برج ناري، برج القوس بالاخص، او برج الاسد، او برج الحمل، بس برج القوس طالع يمي واضح. هذا الشخص اشوف عنده مشاكل عائلية هواية، اذا ما كنت انت صاحب هاي المشاكل وهو منشغل بها بالفترة الحالية. اكو موضوع الزواج بيناتكم قاعد اشوفه دائما قاعد تصير بيه تأجيل، دائما يصير بيه خلافات، دائما يصير مشاكل، ولكن الزواج موجود من بعد تأخير وتأجيلات. محتاجة كل اللي انت محتاجه انه انت تصبر على هذا الشخص، وتحاول انه مثل ما قلت توقف بجانبه، لا تضغط عليه، لانه اشوف عنده طاقة هجوم قوية صايرة، طاقة عصبية. هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين واكو طرف من العائلة بينهم يعني مخالف موضوع الارتباط، او حتى الشخص اللي يتعاملون وياه عنده مشاكل عائلية. هاي العلاقات الثابتة المرتبطين صار لهم فترة طويلة وامورهم تمام، فأصبر على هذا الشخص وبالأخير راح تنسعدون. أشوف من أنا لحد نهاية السنة إن شاء الله أكو لكم زواج، أكو لكم بيت واستقرار، راح يكون من بعد مشاكل هواية مريتوا بها بالسابق، من بعد مخالفات ومعارضات هواية من الأهل. بالنسبة للناس اللي منفصلين أو حتى العلاقات المتزعزعة، راح أسوي لكم إياها خاصة بعد العلاقات المرتبطين الثابتة والعلاقات المتزعزعة، العلاقات الغير حقيقية. البعض من عندكم أشوف من المنفصلين، طبعا اشوف عندكم صاير انفصال بسبب موضوع طرف ثالث. الطرف الثالث اللي بيناتكم واشوفه شخص متسلط، متلاعب، عنده مكر، عنده حيلة، او حتى الشريك. ممكن تكون اكتشفت هنا طاقة ماتة هوائية هذا الشريك، اشوف انه هذا الشريك عنده تلاعب، عنده مكر خداع. ممكن تكون كشفت طرف ثالث عنه، وممكن يكون جرحك بالكلام او فرض عليك شروط مستحيلة حتى يستمر وياك بالعلاقة. انت بالفترة الحالية غير متوازن، العطاء بينكم غير متكافئ بالعلاقة. هذا الشخص عنده نوع من الأنانية، يفكر بنفسه بس، عندك مخاوف انت، هذا تشمل العازبين اللي منفصلين صار لهم فترة ايضا. اشوف عندك مخاوف انه انت تبدي علاقة جديدة او حتى تخلي شخص جديد يدخل بحياتك بهاي الفترة. ما عندك ثقة، انت غير مستعد انه تفتح قلبك بهاي الفترة الشديدة، انت غير قادر على انه تدخل بعلاقة جديدة بالفترة الحالية. انت ممكن تكون محتاج تاخذ فترة تستشفي بها من الأزمة اللي صارت بيك بالسابق، أو العلاقة الفاشلة اللي مريت بيها، وكان بيها خيانة وبيها انفصال مؤلم صار. يعني أكو انفصال يكون حضاري، وأكو انفصال يكون مؤلم، اللي هو يكون بيه خيانة، بيه كذب، بيه خداع، بيه شخص يطعنك بظهرك، ممكن يطعنك بالكلام حتى، لأنه أشوف هذا الشخص يعني من النوع اللي يهتم المشاعر الناس، يهتوى شخص متسلط وسيء السلطة، وأيضا كلامه جارح، كلامه مو حقيقي، وأفكاره حتى أفكاره تكون أفكار حدية، إنه هو يفكر بنفسه أناني، وما يريد الخير لأحد، هو يريد الخير بس لنفسه، ما يهتم لمشاعرك، ما يهتم للأشياء اللي أنت تهتم بها، أو حتى الأشياء اللي أنت تريدها. فالمنفصلين والعزاب أشوف إنه هذا الشخص متعبكم هواية، اللي كان بالماضي موجود. ممكن البعض منكم صار له 3 أشهر منفصل أو من شهر الثالث، وبالفترة الحالية راح يرجع يظهر بحياتك، بس راح يقول كلام كذب. فأنت اقطع من هسه، اقطع علاقتك بهذا الشخص وابتعد عنه، وخليك منفتح، افتح قلبك للعلاقات الجديدة، الناس الجديدين اللي يحاولون انه يدخلون بحياتك بهاي الفترة. ان شاء الله اشوفهم راح يكونون مصالحك، خاصة اذا كانت الطاقة مائية. فانت قلت لك عندك نوع من، يعني اشوف المنفصلين انه عندك نوع بالفترة الحالية من طاقة العناد، الهجوم، المخاوف. انت مريت بهواية ازمات، هواية انجرحت من الشخص اللي كنت منفصل عنه بالماضي، هذا الشخص تعبك هواية. انت بالفترة الحالية ما خلي حاجز بينك وبين الناس، بينك وبين العلاقات، بينك وبين العاطفة، خاصة هسه راح احكي على الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة، والمطلقين يعني بالأخص. فأشوف عندك طاقة الدفاع، الحماية، يعني تريد تحمي نفسك، تحاول تحمي مشاعرك، تحمي نفسك من الناس اللي يدخلون بحياتك ويجرحوك. عندك مخاوف وقلق. بالنسبة للرجوع للناس المطلقين، أشوف من
بعد فترة كانت الأمور بيناتكم معلقة، من بعد فترة كنت غير قادر على اتخاذ القرار، ممكن أنت أو الشريك كان محتار بين قرارين، كنتوا واصلين المفترق، طرق الأمور بيناتكم معلقة، أكو شخص منكم ممكن يكون تخلى عن العلاقة وطلع من العلاقة، راح شاف طريقة حسب ما أنت كنت تفكر، ولكن العودة موجودة. من بعد فترة قلت لك المراوحة المكان، ما كان قادر يتخذ قرار، والأمر بينكم معلق، صار لفترة طويلة قاعد أشوف انتم منفصلين جديد، الرجوع بيناتكم موجود، وحقكم راح يرجع من هذا الشخص، هذا الشخص حقكم راح يرجع من عنده، الرجوع بينكم موجود، خاصة الناس اللي بيناتكم طفل، راح يكون الطفل عذر، هذا الشخص أشوف شوية عنده كبرياء، فما راح يرجع لك بصورة مباشرة ويقول لك أنا أريد أرجع، إذا كان بيناتكم طفل فراح يرجع عن طريق هذا الطفل، أو بعذر انه هذا الطفل محتاجك، خلي الطفل اللي بيناتنا يتربى بيننا اثنين، لانه شوف عنده نوع من الكبرياء، الرجوع بينكم راح يكون مفاجئ جدا، اكو تجدد للحب، العلاقة بينكم راح تتجدد وتستقر، الطرف الثالث اللي كان موجود بينكم اشوفه طالع من العلاقة، فالرجوع بالنسبة للمطلقين اشوف موجود، اذا كنتوا تتعاملون ويا شخص من برج الميزان برج الجوزاء، طبعا هاي القراءة ما تشمل القراءة اللي قلتها بالبداية، ممكن تنطبق منها لبعض منكم، بس هاي خاصة للمطلقين فقط اللي ناويين يردون الرجوع، فالرجوع موجود، التجدد بالحب موجود، اشوف اكو شخص راح يحاول انه يصلح بيناتكم، وهذا الرجوع راح يكون مفاجئ لك، وبطريقة غير مباشرة راح يجي هذا الشخص يقول لك على موضوع الرجوع، ما راح يجيك يقول لك يلا تعال نرجع واعتذر، لا راح يدخل لك بصورة غير مباشرة، انت راح تتفاجئ لان بعض منكم فاقد الامل، انت اساسا ممكن تكون تخليت عن هاي العلاقة مثل ما قلت لك، انت تخليت وقررت انه تبدأ حياة جديدة ممكن بعيدة عن هذا الشخص، ولكن هذا الشخص اشوفه راجع، والكارما راح تكون وياك، وحقك راح تاخذ من هذا الشخص ثالث ومثلث مثل ما نقول، من بعد متاعب مريت بيها وياه، من بعد خيانة ممكن تكون حتى مريت بيها، اشوفه نادم وراح يرجع وراح يحاول انه يصالحك، يصير عنده نوع من النضج العاطفي بينك وبين البعض منكم، أشوف التواصل بيناتكم جدا جدا عالي، يعني أكو تواصل روحاني كان بينكم عالي أكثر من التواصل اللي بالحقيقة يعني ككلام، فهذا الشخص راجع إن شاء الله، والله يهدي سركم ويصلح الحال. بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهك، إنه أنت راح تمر بأزمات بهاي السنة يا برج الحوت، ولكن كل اللي أطلبه من عندك إنه أنت تكون قوي، تكون قادر على الغفران، قادر على مسامحة الأشخاص اللي أدوك بحياتك حتى تعدي الأزمات، ممكن تكون أنت مار بأزمة أساسا وهاي الأزمة بعدها لحد من الماضي قاعد تفكر بها، التحدي اللي قدامك إنه أنت تخلي حد للماضي وتترك الماضي ورا ظهرك، تباوع على الفرص اللي موجودة قدامك، البعض منكم من قد ما مركز بالماضي وبالخسارة اللي مر بيها بالفقدان بخيبة الأمل، شوفوا إنه ما قاعد يشوف الفرص الجديدة اللي قاعد تجي قدامه بالفترة الحالية، اكو فرص هواية عندك انت منطيها ظهرك ومطلع بس على الماضي، ابدأ حياتك من جديد، التحدي اللي قدامك انه انت ما تخلي شي يوقفك بهاي السنة كلها، سواء كان ازمة من الماضي او حتى ازمة راح تتجدد، ممكن سيناريو اللي قلته بخصوص بعض الناس اللي علاقتهم متزعزعة يكون بعده مصاير وفراح يصير، فانت لازم انه تكون قوي هذا التحدي اللي قدامك، لانه اساسا نقاط ضعفك انه انت ما تقدر تسيطر على مشاعرك، انت غير قادر على انه انت تسيطر على مشاعرك بهاي الفترة، فنقاط ضعفك انه انت تتحكم بمشاعرك، تكون صلب، تكون قوي، تاخذ طاقة برج الاسد اللي موجودة هنا، الورقة طلعت لك مقلوبة ما طلعت عدلة، فانت نقاط ضعفك انه انت فاقد قوتك، فاقد عزمك، فاقد الارادة، الازمة هاي اللي مريت بيها او حتى راح تمر بيها راح تأثر عليك هواية وحتسبب لك نقطة ضعف، انه انت دائما تطلع تباوع للماضي ما تباوع للأمام، شنو الأشياء الجديدة اللي حتصير بحياتك، تفائل وفكر بإيجابية، كون قوي وانت قادر على انه تتخطى أي أزمة ممكن تمر بحياتك، طبعا ده حسب ما أتذكر برج الحوت انتوا أساسا بشهر 12 كانت أموركم أيضا متعبة، وأني كان الفيديو قلت لكم هذا الوقت سيمضي، ف هذا الموضوع يعني الوقت صدق راح يمضي والأمور راح تتحسن. بالنسبة لنقاط قوتك أشوف أنه أنت عندك هواية فرص، لأنه قلت لك هي نقاط الضعف، نقاط القوة، التحديات، أنا قاعد أشوف الأوراق أساسا أنه هي الأوراق مرتبطة ببعضها، يعني
كقراءة واحدة يعني. هسه إذا نريد نقرأ الأوراق ثلاثتهم هيك أخليهم وأقرأهم، هي قراءة موحدة. أنت نقاط القوة اللي عندك هي نفس التحديات اللي موجودة، إنه أنت قاعد تباوع الماضي ومن ظهرك الفرص جديدة. نقاط القوة إنه أنت أولا أنت عندك طموحات، عندك أحلام هواية، عندك ممكن تكون حتى أقول عندك تواصل عالي ويا الناس، الناس تحبك، عندك هواية فرص جديدة تجيك، وراح تجيك فرص، راح تكون اكو فرص هواية امامك. نقاط القوة اللي عندك انه انت تعرف تختار، تباوع للامام، تنطي ظهرك للماضي، الفرص اللي موجودة عندك هنا اللي انت منطيها ظهرك وبس مركز على الخسارات اللي مريت بيها بالماضي. ممكن يكون البعض من عندكم مر ب3 خسارات واحدة ورا الثانية، وهذا الشيء يعني خلاه ينهد، خلى حيله ينهد، خلى اموره يعني، او انت حتى ممكن بحياتك مار ب3 خسارات وهي السبب انه استمرت وياك لحد الان، انت ما قاعد تقدر تتخطى هاي الازمات اللي مريت بيها، او حتى فشل ممكن بعلاقات او بعمل، 3 اعمال انت دخلت بيها وفشلت. فاشوف انه الفرص الجديدة موجودة، انت القوة لازم تكون عندك، لازم تقضي على هاي الورقة اللي اجتك مقلوبة، لازم تصير عدلة وتصير قوي، تروض الناس، تروض هذه المرأة، تروض الاسد قاعدة. فأنت قوي، لازم تستعيد قوتك وتباوع على الفرص اللي موجودة عندك وتختار من عندها، واترك الماضي ورا ظهرك، وحاول انه تفكر بإيجابية، وحاول انه تفكر باكر شنو اللي راح يصير. انت راح تتخذ هاي الخطوة اساسا، يعني هاي الطاقة اشوفها مال الحزن والخسارة بس اول 3 اشهر من السنة، وبعدها راح تعدي، راح تبدي تنطلق شوي شوي ان شاء الله. فكل التوفيق لكم برج الحوت، إن شاء الله التوقعات الإيجابية كلها تتحقق، وأريدكم أقوى، أريدكم تستعيدون قوتكم، تستعيدون صحتكم حتى، لأن صحتكم هم لنا أشوف بيها مشاكل ومقاعد، عندكم كسل كسل.